السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الدي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المغربي عز الدين أوناعي، وين في أول مباراة في أول لمسة يعني كان هدف عالمي، كيفاش تريبلا كيفاش بينيترا بها يعني وتلقى تمريرة فانيك عالمي عالمية، يعني كيفاش بينيترا كيفاش تريبلا دو جوار يعني بحركة واحدة زوج تاع لي جوار راحوا يعني والمجال ولا قدامه مساحة ولا قدامه يعني حطها بذكاء، يعني شاهدنا فرحة كبيرة كل لاعبين راحوا عنده، فرحة كبيرة في ستاف تكنيك تاع مارسي، يعني وين نقولوا المغربي عز الدين أوناعي يسجل هدف عالمي في أول دقيقة له بقميص الزعيم الفرنسي أولمبيك مارسي، يعني هذه مارسي خويا، هذه مارسي كان لي بزاف غالطين، قلت لك اه يا ودي الشيطان مارسي تريكو تاعها ثقيل ثقيل، كاش نقول لك مارسي تريكو تاعها مارسي مارسي تريكو تاعها ثقيل، تروح نتايا تروح تروح كيما نقولوا حنايا لتشيلسي ولا تروح لمانشستر يونايتد ولا تروح ليفربول ولا تروح الريال ولا تروح البارسا ولا تروح بايرن ميونخ اتليتيكو مدريد يوفنتوس ميلون الانتر ميلون نابولي، هذو انديه المايو تاعهم ثقيل كيما نقولوا حنا المنتخبات، تروح البرازيل مايو تاعو ثقيل، تروح للارجنتين تروح حتى فرنسا، يعني وين راهي عندها دو كوب دي موند، عندها كوب دو عندها دو كوب دوروب دو كوب دي موند، تروح للالمان تروح للطليان تروح للانجليز تجي لهنا لافريك، يعني تجي نتايا الكاميرون المغرب مؤخرا، يعني وين دومي فينال، يعني تريكو تاعها ثقيله سي محمد. هذيك نقولوا باللي وين شاهدنا وين خاض الدولي المغربي عز الدين أوناعي، يعني اول وين دخل كارلو بلاسو ودخل يعني في اول يعني وين بعد دخولي وقيل 10 دقائق ولا الهدف كيف سجل الهدف، يعني وين خاض اول الدولي المغربي عز الدين أوناعي. هذا عز الدين أوناعي خريج مدرسه مغربيه من البطولة المغربية، طالع لعب في القسم الهوات في فرنسا، بعد راح الأنجي من الأنجي، يعني شو وين دروكا في مارسي، شحال عنده 22 عام سي محمد، 22 عام 24 هذا 22 عام 24 عام، باي باي البطولة الفرنسية تصيبه يعني في نادي عالمي كبير كاع، هذا تصيبه في نادي عالمي كبير بزاف، هذه نقولوها لكم ونعاودوها لكم، وعقلوا على هضرتنا واش رانا نقولوا لكم. على شو طالع من البطولة فرنسا، طالع من البطولة خارج من البطولة خريج مدرسة يعني مغربية، كيفاش وين هذا يعني قاري ما شاء الله، لعب ما شاء الله وقاري وتربية وكلش، هذا اللعب هذا أوناعي هذا صعب، كيما زياش ما عنده الزهر مسكين، شو كيما صارت له هذيك لافير هذيك، هو مرابط وقال لي الأندية تاعهم ما خلاهمش يخرجوا، هذا مكان على ذيك نقولوا بلي أوناعي ويقدم، يعني على ذيك نقولوا وين خاض الدولي المغربي عز الدين أوناعي، يعني يوم الأربعاء أول مباراة له بقميص نادي مارسي، وقبل أوناعي وين يقرأ يعني وين عند وين تحصل رب وقيلة وقيلة على حسب ما تحصل على الدكتوراه تاع طب العظام الطب الرياضي، انسان يعني مكتمل ما شاء الله، لاعب بس لاعب مكتمل ماشي زعاقه، صار له كيما سقراطس طبيب ولعاب، هذه هي. ونشر انه نشر حساب الرسمي لنادي الفرنسي، يعني يعني وين تغنى به وين الصحافه مام الصحافه الفرنسيه وين تغنت يعني ب أوناعي، يعني بعد يعني بنت شباب مركاه بنت شباب بنت يعني بنت ما شاء الله مركاه، كان اسم أوناعي قد ارتبط بالعديد من الانديه الاوروبيه في الاسابيع القليله الماضيه على غرار نابولي الايطالي لايستر سيتي الانجليزي، قبل ان يحصل فريق جنوب فرنسا على خدمته في اخر المطاف، يعني وين شوف كيفاش انتقالات حقيقيه، انتقالات حقيقيه يا اخويا ماشي انتقالات في المواقع، حنا ولينا ولاو عندنا انتقالات
يعني ما في المواقع هذا مكان ولا انتقالات في المواقع ولا عندنا. علاش انتقالات ولا جماعة تشوف حاجة كيفاش تكلم عليه المدرب وتحدث يعني المدرب فريق اولمبيك مارسيل الفرنسي بخصوص الدولي المغربي عز الدين اناحي بعدما تم يعني بعد الهدف الجميل وتم التعاقد معه يعني في الانتقالات الشتويه المنقضيه حديثا. وقال يعني في تصريحات انه لاعب موهوب ولديه يعني صيغه مغايره مع كره القدم وعليه يعني وين نقولوا بلي صيغه وين لاعب يعني كبير جدا وعالي وين يملك يعني صيغه عاليه وجوده ونحن تبعناه منذ فتره طويله حتى اننا اردناه قبل كاس العالم. وتابع المدرب الكرواتي اناحي يمكنه اللعب امام يعني خلف يعني في الامام الى والخلف المهاجم او مع او امام الدفاع. المهم ان الان هو انه يجب ان يتمكن من اندماج بسرعه. ولقد شاهدتم يعني دخوله وين بدخوله وين سجل هدف يعني في منتهى الروعه. ويذكر ان نادي اولمبيك مارسيليا قد اعلن عن تعاقده الاحد الماضي مع الدولي المغربي عز الدين اناحي بموجب عقد يمتد لاربع مواسم ونصف قادما من أنجي. شوف كيفاش والله عندهم دار دار شوف كيفاش ولا ابراهيم صلاح راح مع ستاد ريمز او تاعو مالك مسحت هاتي مسحها خدمو عاب يخدموا اللعابه تاعهم خدموا سبحان الله يعني وين خدموا الناس خدمت انتو الناس خدمت ماشي زعاقه كانت خدمت بمعنى كلمه خويا هي انت يا كيفاش يعني تشوف انت يا اللعابه اللي لعبوا كوب ديمون يعني مع المنتخب المغربي تحسب انت يا الغارديا تخرج تكوين محلي في المغرب سياسي اكراد اناحي ناصيري صاحب الهدف العالمي اللي سجله امام البرتغال اللعابه نهار اللي لعبوا مع البرتغال فامينيت التاليه لعب محلي في لا ديفونس وقفوا الكريستيانو وقفوا اللاعبين العالميين يا لازم نهضروا كيما الفيتو تاعنا الفيتو نتوما تفطنوا صاحبي لا بقينا ننسفوا في روحنا في الريح ما غادي ندير والو. لازم تشوف انت يا جار انت يا مي تخسر انت ولدك يخسر ما يدوبلي شا تقول جارك ولد جارك يطلع شا تقول شوف فلاشو شو جارك شو صاحبك اللي تمشي معاك يطلع شو جارك يستراو حنا لازم كيما هاك هادو مي ما يسيبوك يردوا عليك ما يسيبوك يهضروا معاك مي تقول له بلي ها شوف المغرب تلقاك باش تولي مغربي يا ودي راني نقول لك شوف الرجال وين راهي تخدم معاه انتوما مي قلنا لكم الماتش ما يتعاودش قلتوا لنا كاميرونيين انتوما كاميرونيين هاو مين نجيب لكم الحقائق تبغوا تتهمونا بحاجه ما كاش هاو مالكم راني نقول لكم شوف الناس كي خدمت والناس وين راحت الناس راحت قلعت وانت قاعد تعس تايا ديرو خدم مع روحك صاحبي روح الناس راحت صاحبي يا ربي خليها لربي يرضيك هذه هي خليها الدور كيما هكا تنهار لي تفيقوا بها تسيبوا الباخره بعدت عليكم انا نقول لكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو صعب.